اسمي جلال حمد، أنا محامي من سوريا من محافظة دير الزور، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة من أجل الحياة Justice for Life Organization. نعمل منذ العام 2015 بشكل خاص في محافظة دير الزور على توثيق حقوق انتهاكات حقوق الإنسان وعلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان. واجهنا طبعا الكثير من التحديات في سبيل هذا العمل، نؤمن بالعمل من أجل حقوق الإنسان لأنها حقوق خلقت مع البشر وهي لكل البشر، ومن واجبنا أن نعمل على الدفاع عنها وحمايتها وعلى أن يتمتع بها جميع الناس سواء على مستوى بلدنا ومنطقتنا أو على المستوى الأوسع. نأمل بسوريا يتمتع فيها دولة العدالة ودولة المساواة ودولة القانون، يتمتع فيها السوريون بحرية الرأي والتعبير والتفكير والاعتقاد ويمارسوها حقا داخل بلدهم. نؤمن أيضا بأن ما يتحقق ذلك من خلال أن يجلس السوريون مع بعضهم، أن يقرروا وقف القتال وأن يقرروا وقف هذه الحرب، وأيضا أن يقرروا مع بعضهم البعض المضي نحو سوريا جديدة، سوريا لكل السوريين، وسوريا فيها احترام لكل الفئات لكل المكونات ولكل الثقافات ولكل الخلفيات بشكل متساوي وبدون أي تمييز وبدون أي تفرقة.